السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عانى المسلمون من المشركين من قريش أشد المعاناة، فآذوهم وضيقوا عليهم وعذبوهم وحاصروهم، بل وقتلوا منهم وأخرجوهم من ديارهم وألجأوهم إلى الهجرة مرتين إلى الحبشة ومرة إلى المدينة المنورة، ثم استولوا على أموالهم وقادوا قبائل العرب للهجوم عليهم. ولم يكتفوا بذلك، بل ألبوا وناصروا اليهود والمنافقين في المدينة عليهم. وفي عام 6 هجريا خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المدينة المنورة مرتدين لبس الإحرام، قاصدين مكة للعمرة بلا عدة ولا عتاد للحرب، ويسوقون الهدي أمامهم. ولما أقبلوا على مكة المكرمة وأرادوا الدخول للعمرة، خرجت إليهم قريش ومنعتهم من الدخول إلى مكة. وبعد مفاوضات بين المسلمين وقريش، وافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هدنة، أو ما يسمى بصلح الحديبية، واللي اتفقوا فيها على هدنة لا حرب فيها ولا قتال لمدة 10 سنوات، وأن يرجع المسلمون إلى المدينة المنورة دون عمرة في هذا العام، على أن يعودوا في العام المقبل لعمرة القضاء. وفي عام 7 هجريا تجهز الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لعمرة القضاء، فارتدوا ملابس الإحرام وساقوا الهدي أمامهم، ولكنهم في تلك المرة أخذوا معهم عدة وعتاد الحرب مخافة من غدر قريش، ولكنهم كرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء. ليس المقصود من القتال سفك دماء الكفار والاستيلاء على أموالهم، ولكن أن يكون الدين لله. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا عن الكفر والقتال فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا وتركوا الكفر والشرك وتركوا القتال في الحرم وتابوا إلى الله ودخلوا في الإسلام، فقد أصبحوا إخوانا لكم في الدين، وكل من تاب من كفر أو معصية فإن الله غفور رحيم، غفور عظيم المغفرة، يغفر لكل من تاب وأناب وأسلم، رحيم عظيم الرحمة، لا حدود لرحمته بهم إن تابوا وأنابوا وأسلموا. جزاكم الله خيرا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.